حول هذا الموضوع سعدني أن أرحب بضيفي الأستاذ سامر عوض الصحفي الفلسطيني. أستاذ سامر بداية أهلا وسهلا بك وأسعد الله مساءك. أسعد الله مساءكم عامر أنتم جميع المشاهدين الكرام. أمين. أهلا بك أستاذ سامر. أستاذ سامر إذن جولة مفاوضات جديدة ما بين إسرائيل وما بين حماس، ما المتوقع بشأنها برأيك؟ يعني بداية نجحت حركة حماس بالطعم الذي ألقته عبر صنارة الإعلان بأنه تم تقديم بعض التفاهمات التي تراها الحركة تقدما إيجابيا من طرفها في قضية فتح الملف للوسطاء، وهذا الطعم الذي تلقاه نتنياهو حاول أن يقولب ضمن قالب بأنه حماس تنازلت، وطبعا حماس أنا أتحدث عن المقاومة بشكل عام على وجه الخصوص حركة حماس والجهاد ومن يمتلكون المحتجزين لديهم داخل قطاع غزة كطرف مفاوض، لكن الطرف الآخر هو طرف الاحتلال منذ الأمس، وهناك ثلاثة محاور ضمن هذه التصريحات. المحور الأول وهو محور رئيس الحكومة الذي حاول أن يظهر بمظهر المتخفي تحت عنوان مصدر أمني داخل حكومة نتنياهو بأنه يوافق على الصفقة أو أعجبتهم قضية التقدم والتفاهمات التي ألقتها حركة حماس كنوع من بالونات الاختبار للشارع الإسرائيلي حتى لا يظهر نتنياهو في الواجهة بأنه يريد أن يذهب في باتجاه الصفقة في الفترة الحالية نظرا لحالة الفشل التي يعيشها. المحور الثاني وهو محور حقيقي الآن يعطي انطباعا جديا عن قضية جدية هذه المرة في الاتجاه نحو الصفقة، وهو المستوى العسكري على وجه الخصوص. نتحدث عن الجيش الذي كان على رئيس على سواء على حديث يوآف جالانت الذي قال نحن أقرب ما يكون باتجاه صفقة لكن هناك بعض التفاصيل، والمستوى العسكري الآن أصبح يعني معني جدا في قضية تحقيق هذه الصفقة وإنجازها نظرا لثلاثة أمور. الأمر الأول وهو قضية ما يحدث في العالم بشأن هذا الصراع والمتطور المتصاعد المتدحرج بسرعة كبيرة في يعني الانطباع السيء تجاه دولة الاحتلال. الأمر الآخر وهو الداخلي المتمثل في قضية الحريديم وأهالي المحتجزين وأهالي المقاتلين في غزة والمستوطنين في الشمال والجنوب الذين يعانون بفعل الضربات من الجبهتين. الأمر الثالث وهو الخسائر في منطقة قطاع غزة آخرها كان الكمينين، وأيضا ما يحدث في شمال فلسطين المحتلة الذي يمتد وتتسع فيه رقعة الزيت بالردود التي تأتي من المقاومة اللبنانية في جنوب لبنان وفي على وجه الخصوص بعد اغتيال قيادي في حزب الله. هذه المحاور الثلاثة باعتقادي دفعت الجيش إلى أن يجب أن يكون هناك نوع من التهدئة أو الاستراحة حتى إذا أراد الغدر فيما بعد ليلملم الجيش وصفوفه ويعيد ترتيب أموره من جديد، خاصة وأن حالة الإرهاب أصبحت واضحة بعد عدم تحقيق أي إنجاز دفع من معنويات الجيش وكثرة الخسائر والضربات التي يتكبدها، وبالتالي معنويات الجيش أصبحت في الحضيض، قوة الجيش أصبحت مرهقة على ثلاثة جبهات يقاتل في الضفة وفي غزة وفي الشمال، هذا يستنزف حقيقة جيش الاحتلال. والمحور الثالث المحور المتعنت وهو المحور المتطرف، ورأينا اليوم كيف خرج عامر التصريحات من داخل اجتماعات الكابينيت وهي تصريحات بن غفير الذي يهدد فيها هو وعمحاي وسموتريتش بأنه لن يقوموا بأي توقيع على مثل هذه الصفقة التي تمثل هزيمة مع الطرف الذي يجب أن يتم القضاء عليه. وعلى وجه الخصوص كانت هناك قمة في الوقاحة في التهديد من قبل بن غفير كنوع من الابتزاز داخل اجتماع الكابينيت الذي قال له ستبقى وحيدا إذا قمت باتخاذ أي قرار فردي دون أن تشاورنا فيه، بمعنى هناك ابتزاز سياسي يقوم به بن غفير بالضغط على نتنياهو لعدم توقيع الصفقة حتى إن قبل نتنياهو في الأيام القادمة. القراءة يعني تأخذنا أيضا إلى اتجاه أنه حجم من توجه حتى وإن كان الوفد رئيس الوفد من طرف الاحتلال هو الذي توجه وأعلن نتنياهو النية الطيبة باتجاه هذا الموضوع بالموافقة، إلا أنه حجم الوفد يعطي انطباعا بأنه الأمور ليست فيها عجلة، بمعنى ستأخذ وقتا على أقل تقدير كما يتم الإعلان عنه إلى 30 يوم، وهذا يمنح نتنياهو ضوءا آخر في قضية استمرار العمليات ل 30 يوم آخر، لكن في اليد اليمنى هو يمنح الجمهور الإسرائيلي نوع من التخدير والعالم الرأي العام العالمي في قضية أنه الآن يتجه باتجاه الصفقة، لأنه حقيقة من ذهب عن الاحتلال إلى الدوحة اليوم هو فقط رئيس وفد الاحتلال، بمعنى الحديث عن بعض الإشكاليات في بعض البنود كما يتحدث في مادتين كما يتحدث الإعلام الإسرائيلي يؤكد بأنه الموضوع سيأخذ بين الرد وعدم الرد والموافقة وعدم الموافقة والقبول والإجاب وكيفية تجسير الهوة بين الطرفين حول هذه المادتين من قبل الوسطاء، وبالتالي يعني يؤكد على أنه جدية الاحتلال لا زالت
بين المراوغة وعدم التقدم حقيقة. لو كان الأمر جدي لذهب الوفد كاملا وكانت القرارات عاجلة في هذا الموضوع بحيث يستطيع الوفد بصلاحياته اتخاذ القرار المناسب، لكن واضح بأنه رئيس الوفد ذهب منفردا حتى لا يستطيع اتخاذ أي قرار، وبالتالي سيعود إلى نتنياهو الذي يتحكم بقرار الوفد المفاوض في أي موضوع باتجاه الموافقة على صفقة أو رفضها.